السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة محسكين مجددا إخواني. اليوم عندنا واحد الجيسات اللي هو على الجيسات 1200. غادي نديرو ليه اليوم مراجعة. كما تشوفوا كما العادة، هز لوح البيرو باش ندير ليه اكستراكت، هز تاني دير ليه كوبي سيل دوكومو أو ديكيمو أورو تراك مود كوبي تم بنجاح. ايوا دابا ما علينا، نمشيو للعبه اخوان. دابا غادي نمشيو للمود ما نهزر كما العاده، ونأجيتو لاكارت ديالنا هنا كونفيرم كونتيني جيم. ايوا الاخوان دابا غادي نمشيو لهاد البلاصه هادي كما العاده، كليكي هنا ودير اكسس مود كما كتشوفوا. ها هو الكار ديالنا، غادي دير كوستيميزي باش تعدل عليه. ها هو الكار في الدوران ديالو بحال هكا بلا سوري، راه كيبان ثقيل. يعني اللي عنده كارت جرافيك مزيانه راه يخدم ليه، اللي عنده شي كارت جرافيك شي شويه راه شي شويه. المهم نخليوه طالع حسن، حتى الشيء اللي درنا نازل غادي يضرب لينا يدوضان ويبدا يضرب كلشي. المهم نديرو طالع. المهم هنا الاخوان راه الموتور اللي عنده البوتا في داس فيها 8، يدير 8 واللي عنده 12 يدير 12. نخليه في 12 هنا ما كاين ما تقد. نمشيو نديرو كونفيرم، نشريو الكار نحطوه في شي بلاصة هنا. أنا عندي هاد البروفيل ديالي عامر كاع بالشوافرية. المهم غادي نحطو في شي كراج هنا. اوكي اوكي تاني كنمشيو للتراك مانجر في هاد البلاصة هادي، ونضغطو على هاد الهاشتاغ باش يعطينا اخر كار شريناه اللي هو 300، رقم 300. المهم درايفر ايت كتقولي انا راه بغيت نسوق هاد الكار هذا، هاهو يعطيها لك. ايوا هادي هادي هي الطريق ديالنا، نمشي نجيب واحد الرحلة صغيرة في وسط مدينة برلين. سنتيستيو دابا الضوء كيفاش مافهمش شي بروبليم، مافهمتش شي بروبليم. هما هادوك شي هو هداك هو هداك السينيالات. تضرب بالضوء دابا ما غاديش يبان تضرب الضوا تل نيت. نديرو نجربو نديرو اسيدي العشرة ديال الليل، العشرة ديال الليل اللي هي 22. هو الليل انا كتسمع الكار بحال ما عنديش الصوت، حيتاش انا ديال سميتو ديال شنو كيقولوا ليه منخفض الصوت ديال الداخليه، حيتاش الى تسمع غادي تسمع اكثر من الصوت ديالي. الشيخ خدام هذاك بعد فيهم ولا كيتسمع الصوت بلاتي. حنا نجربو كاع ماشي كونترول اوديو، نجربو الصوت ديال الداخلية كيفاش يتسمع. اي هو كيتسمع 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 الصوت ديالو عالي. ها هو كيتسمع الصوت ديالو. المهم الاخوان الكار راه ما فيه حتى شي لاك اللي بغى يلعب بيه ولا شي حاجة. مسكين السكينات ديالو ديال البلاد ديالو الكار ما فيه حتى شي لاك اللي بيلعب بيه مع الاصدقاء ديالو في الايفنت ولا الكونفوي ام بي كريا رومو يعيط على صحابو. المهم الكار هو هذاك خدام مليح. او نضربو بالضوء او صافي داكشي كيبان هو هذاك. دابا حنا ندورو معانا اليمين
في السوق استوى واو 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 واحد الاحساس باش كيبدا يكون في داك المتسولات الجزئي كتحس بواحد الشعور ولا اروع. المهم نمشيو اقصى سرعه جرب واش يتقلب واش ما يتقلبش واش 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 اخيري اشنو غيتربط بالضبط. تخونا هذا الطوموبيل خلينا اللور ويمكن لي يمكن لكم تلعبوا به مزيان مليح ما في حتى شي لاك دابا شي وداك. دابا خصنا نجربوا واحد الحاجه, خصنا ندخلوا للستاسيون ندوبلو هاد الكار هذا الكار دوبلناه ندخلوا البراكاج ديالو ضايع كي يشد الفران نوقفو في هاد البلاصة هادي حتى نجربو شي مسائل. الجاج بعدا واش كيتحل؟ ما كيتحلش الجاج. هاهو تحل, هاهو تحل الا كتشوفو, هاهو تسد خيلا كيبان لي حتى الباب الاخر كيتحل. ها هو الباب الاخر كيتحل, ها هو كيتشوف وقت ما حليتي هذا كيتحل حتى هذا اللي هنا اللي كيطلعوا فيه الناس. نشوفو دابا على برا. هو خدام. بالنسبه للكار الاخوان حتى كيدير مارشات كيحل الباب, هذا كيحل الباب ديال المسافرين ما كيحلوش. ميمكنش تسدو دابا, هاهو ميمكنش تسدو دابا حيتاش الكار مديرش امار. غنديرو امار احنا دابا غنسدو الباب. هاهو سدينا الباب. واحد الميزة اللي عجبتني في هاد الحافلة هو إلا سديتي الباب الصوت ديال الحافلة تيمشي بحال الواقعة. كتحل الباب كتسمع الصوت ديال الكار, كتسد الباب كتسمع الصوت مشى بعيدة. تبارك الله على هاد خونا هذا اللي صوب هاد الكار بالإتقان ديالو بالسكينات ديالو بكلشي ديالو. نتمنوا ليه التوفيق. ما تنساوش تشاركوا في القناة المحسكينة بالإخوان, ونتمنى يعجبكم هاد الفيديو ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله بحول الله.